قصتنا لليوم تتحدث عن شاب كان على الديانة المسيحية وأسلم، وبعد عدة أيام ترك الإسلام ورجع للمسيحية بسبب كلمات. لمعرفة القصة تابع معي للنهاية. السلام عليكم، حياكم الله، أسأل الله أن تكونوا بأتم الصحة والعافية. كما وعدتكم إن شاء الله سوف تكون هناك سلسلة قصص، طبعا تكون قصص هادفة ومفيدة. وأنت يا صديقي إن كنت تحب سلسلة القصص هذه والقصص في العموم، اكتب لي في التعليقات لأعرف كمية الناس التي تحب القصص. لا أريد الإطالة في المقدمة، هيا بنا لنذهب إلى القصة، ولكن قبلها اذهب بسرعة واشترك في القناة ليصلك كل جديد ومفيد، وهيا بنا إلى القصة سويا. قصتنا لليوم كانت في عام 2007. كان هناك شاب عراقي الجنسية وكان على الديانة المسيحية كما قلنا في البداية، ولكن هذا الشاب لم يكن مقتنعا فعلا بالديانة المسيحية، بل كان يبحث عن الحقيقة، فقد كان يقرأ ويبحث عن كل الأديان، وكان مستغرقا في البحث لعدة سنوات، وحتى أنه قد غير دينه داخل دين المسيحي عدة مرات، لأن هناك طوائف، وكانت هناك فترة أيضا كان بلا دين، كان في هذه الدوامة، دوامة البحث عن الحقيقة. المهم بعد فترة من الزمن قرأ عن الإسلام وتعمق في القراءة فيه، ووجد فيه إجابات لأغلب الأسئلة التي كان يسألها والتي كانت تشغل باله. وفي تلك الفترة والحمد لله قرر أن يعتنق الإسلام، وفعلا بعد مدة ذهب إلى إحدى المساجد في تلك المنطقة وتكلم مع الشيخ هناك ونطق الشهادتين ودخل الإسلام. وكان هذا الشاب طبعا في قمة الأخلاق والرقي والتعامل، كان مؤدباً لدرجة كبيرة، وبدأ من هنا رحلة التعلم في دين الإسلام. وكما تعرفون أن الذي يدخل في الإسلام جديداً يحتاج فترة ليعرف الدين جيداً، ليعرف كيفية الصلاة، ليعرف كيفية الزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية، يحتاج لفترة، وليس مثلنا، نحن قد تعلمنا الدين منذ أن كنا صغاراً. وهذه طبعاً واحدة من نعم الله عز وجل علينا، يجب أن نشكره دائماً وأبداً. وهناك طبعاً الكثير ممن يدخلون دين الإسلام لا يكون الدين قوي عنده في البداية، يحتاجون إلى فترة من الزمن، يريد أن يتعمق في هذا الدين، أن يقرأ عنه أكثر، أن يخالط المسلمين حتى يتأكد فعلا أن هذا هو الدين الحقيقي والدين الحق. المهم بدأ هذا الشاب الخلوق في الذهاب إلى المسجد وتعلم كيفية الصلاة وغيرها، وكان يسأل كثيرا، وبدأ في تلاوة القرآن. المهم وبعد 4 أو 5 أيام من إسلامه ذهب هذا الشاب ليصلي صلاة العشاء، وبعدما فرغوا من الركعتين الأوائل وبدأوا في الركعة الثالثة السرية، وكان صاحبنا يقف في نهاية الصف مع الحائط، وفي هذه اللحظات رن هاتف هذا الشاب، وكانت نغمة الرنين لهاتف الشاب عبارة عن أغنية. هنا طبعا الشاب ارتبك ولم يعرف ماذا يفعل، وخيل له في تلك اللحظة وظن أنه يجب أن يبقى كما هو ولا يتحرك، وأن يظل هادئا ومركزا في الصلاة ولا يعبث فيها. هذا لأنه جديد على الإسلام، وصراحة لا نستطيع أن نلومه في هذا الموقف، بالعكس يجب أن نذكره ونعلمه. واستمر هاتف الشاب بالرنين طيلة الركعة، وعند نهاية الصلاة قام شخص من كبار السن الموجودين في المسجد من الصف الأول، لا نقول إلا الله يهديه، ونظر إلى الشاب وبدأ بالصراخ عليه، لماذا لم تفعل كذا وكذا، وجلس يعنفه. وهنا الشاب لم يكن يعرف كيف يرد عليه أساسا، لأنه كان يظن أنه يجب عليه التركيز في الصلاة وعدم العبث. وبعدها سبحان الله خرج الشاب من المسجد وكان متضايقا جدا، وقال في ذلك الوقت إن كان المسلمين بهذا الخلق فلا أريد الإسلام كله. وفي اليوم الذي بعده خرج من الإسلام، والله أعلم بذلك أن وزر خروج هذا الشاب من الإسلام ستكون على كبير السن الذي عنفه ولم يحسن الكلام معه. وطبعا هنا نحن قد نلتمس العذر لكبير السن، ربما أنه كان متضايقا لأنه لم يركز في صلاته، أو أن النغمة منعته من التركيز، ولكن يا صديقي انظر كيف لكلمات قليلة أن تفعل هذا الشيء العظيم. وأنا متأكد جدا لو كان كبير السن هذا يعلم أن هذا الشاب جديد في الإسلام
لما قال كلامه الذي قال. فلذلك يا صديقي لا بد من حسن الخلق دائما وأبدا، يجب أن نقتدي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد يا صديقي أن تفكر بالكلمة قبل أن تقولها، قبل أن تقول أي كلمة توقف لثانيتين وراجع الكلام الذي تريد أن تقوله، لأن الكلمة التي تخرج لن تعود. فلا بد أن نعامل الناس معاملة حسنة، سواء الناس الذين تعرفهم وبالأخص الناس الذين لا تعرفهم، فربما بمعاملتك الطيبة للناس قد تهدي أناس وأنت لا تعلم. وهناك طبعا الكثير من هذه القصص بسبب حسن الخلق أناس يدخلون في الإسلام. فلا بد يا صديقي أن نتحلى بمكارم الأخلاق، لا بد أن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتعلم منه، نتعلم كيف كان خلقه وكيف كان تعامله الراقي مع أعدائه قبل أصحابه. نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للخير دائما وأبدا. هذا الذي كان لدينا لمقطع اليوم، أرجو أن تكون القصة قد نالت على إعجابكم. أي شخص لديه قصة يحب أن أرويها في القناة فليكتبها لي في التعليقات وأسعد بالرد عليه في التعليقات. وأي شخص لديه أفكار ثانية لتطوير القناة أو أفكار لفيديوهات قادمة فليكتب لي أيضا. ولو وصلت معي يا صديقي لهذه اللحظة ولهذه الدقيقة، انزل بسرعة واشترك في القناة، وضع إعجابا وتعليقا ليصلك كل جديد. ونراكم إن شاء الله في فيديو جديد وقادم. السلام عليكم.